أهلا بكم في النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي، والبداية بالعناوين. الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة الداخلية بالكأس. ويجمع معلومات عن الترجي التونسي استعدادا لدوري الأبطال. وعالميا مواجهات قوية في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. حضر حسام البدري المدير الفني للأهلي إلى ملعب التتش عقب عودته من الإمارات ظهر اليوم بعد زيارة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي المتواجد هناك للعلاج. وكان البدري قد سافر برفقة سيد عبد الحفيظ مدير القرى أمس إلى الإمارات من أجل الإطمئنان على محمود الخطيب. أحمد أيوب المدرب العام بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني سيبدأ اليوم الاستعداد لخوض مباراة الداخلية في كأس مصر، موضحا أن الفريق أغلق صفحة بطولة الدوري التي توج بها قبل نهاية المسابقة بستة أسابيع. وأكد أيوب أن الأهلي يسعى للحفاظ على لقب الكأس لتحقيق الثنائية مثلما فعل الموسم الماضي عندما فاز ببطولتي الدوري والكأس. وأكد المدرب العام للأهلي أن الفريق يركز في كل بطولة عندما منافستها، فبعدما انتهى من مباراة سموحة الأخيرة بالدوري وضع بطولة الكأس نصب أعينه، خاصة أنه سيلعب مباراة قوية أمام فريق الداخلية. اقترب المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي من المشاركة في مباراة الداخلية في كأس مصر بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا. وعانى أزارو من إجهاد في العضلة الخلفية حرمته من التدريبات الماضية، كما غاب عن مباراة سموحة الأخيرة بالدوري بسبب الإيقاف للحصول على 3 إنذارات. وأكد أحمد أيوب أن وليد أزارو اقترب من التماسل للشفاء والتعافي من إجهاد العضلة الخلفية،
وبات جاهزا بنسبة كبيرة للمشاركة في مباراة الداخلية يوم الجمعة المقبل في كأس مصر. قال خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه اطلع بشكل مبدئي على حالة رامي ربيعة مدافع الفريق، وذلك من خلال الاتصالات التي أجراها مع أطباء في ألمانيا للوقوف على آخر التفاصيل الخاصة بعلاج اللاعب تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية. وأكد طبيب الأهلي أن ربيعة وصل القاهرة وسيحضر اليوم إلى مقر النادي ومعه التقارير الطبية الكاملة لرحلته العلاجية في ألمانيا، على أن يتم استكمال البرنامج العلاجي وفقا للتقرير الذي سيتسلمه اليوم من اللاعب. يعود باسم علي الظهير الأيمن بالأهلي للمران الجماعي عقب مواجهة الداخلية يوم الجمعة المقبل في بطولة كأس مصر، بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الخاص به والذي يخضع له حاليا تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل. واشتكى باسم من إجهاد عضلي عام وآلام في العضلة الأمامية خلال الفترة الأخيرة، وخضع لبرنامج تأهيلي خاص تحت إشراف الجهاز الطبي وأخصائي التأهيل تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى نهائي الحلم، نهائي الشامبيونز ليج. الترجي الرياضي التونسي يلاقي الشقيق المصري النادي الاهلي في اطار لقاء الاياب السكند ليج من اجل الشامبيونز ليج الافريقي. سيد حمدي خطيره جدا، السيد حمدي والهدف الاول، والهدف الاول النادي الاهلي عن طريق ناجي جدو، وكره خطيره وكره من وليد سليمان والهدف الثاني. مبروك للنادي الاهلي كاس السابعه في السجلات الاهلاويه. بدا الجهاز الفني بالاهلي مرحله جمع معلومات عن فريق الترجي التونسي قبل المباراه المرتقبه التي ستجمعهما اوائل شهر مايو المقبل في دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا. ويلعب الاهلي مع الترجي احد ايام 4 أو 5 أو 6 مايو ضمن المجموعه الاولى بجانب كل من كامبالا سيتي الأوغندي وتاونشيب رولز من بوتسوانا. وقال أحمد أيوب إنه على الرغم من انشغال الجهاز الفني بارتباطات محلية حيث يواجه يوم الجمعة المقبل الداخلية بكأس مصر، إلا أن الجهاز يجمع معلومات عن الفريق التونسي. وأكد أن الجهاز تابع تتويج الترجي ببطولة الدوري التونسي منذ أيام قليلة وقبل نهاية المسابقة بعدة أسابيع، موضحاً أن مباراة بطلي مصر وتونس ستكون قوية للفريقين في انطلاقة دور المجموعات لدوري الأبطال الأفريقي. أكد عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي بالنادي الأهلي وعضو لجنة الكرة بالنادي أن النادي سيؤجل الحديث عن أي عروض للثلاثي الأجنبي علي معلول وجونيور أجاييه ووليد أزارو. وقال عبد الشافي أن النادي لم يتلقى أي عروض في الوقت الحالي، مؤكدا أن الأمور ستختلف عقب المونديال، خاصة وأن معلول وأزارو من العناصر الهامة في منتخبات تونس والمغرب، علاوة على انضمام النيجيري جونيور أجاييه لمنتخب بلاده. وفي بطولة حمدان بن حمد الدولية بالإمارات، حيث أعرب علي عمر رئيس اللجنة المنظمة للبطولة عن الاعتزاز الكبير بمشاركة النادي الأهلي في البطولة التي تقام في دبي خلال الفترة من 10 إلى 19 إبريل الجاري، لافتا إلى أن اللجنة كانت حريصة للغاية على مشاركة نادي القرن في إفريقيا. وأوضح أن الأهلي يشارك كأول ممثل لقارة إفريقيا
في البطولة التي تقام في نسختها الثامنة، متمنيا للفريق التوفيق وتقديم عروض قوية خلال المنافسات. وأشار إلى أن مجلس دبي الرياضي كان حريص على إقامة البطولة التي تعزز من علاقات التعاون بين الأندية وتمثل فرصة لاحتكاك فني قوي وفرصة لتبادل الخبرات بين مختلف المدارس القروية من آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية. كلف محمد علي عامر عضو مجلس إدارة نادي الوصل الإماراتي والمدير التنفيذي إدارات النادي المختلفة لتوفير كافة احتياجات بعثة النادي الأهلي مواليد 2002، وذلك خلال تدريبات الفريق على ملاعب نادي الوصل على هامش مشاركته في بطولة حمدان بن محمد الدولية تقديرا لمكانة الأهلي الكبير. وحرص محمد محبوب مدير أكاديمية الوصل لكرة القدم على حضور تدريبات الفريق الأخيرة، مؤكدا أن الأهلي يشارك في البطولة ببلده الثاني وأن ناديه يفخر بالعلاقات القوية مع الأهلي. ومن جانبه أشاد محمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في الإمارات بالجهود التي تبذلها إدارة نادي الوصل، مؤكدا تقدير النادي لهذه الجهود الكبيرة.